أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح ناخذ حصة جديدة بعنوان Unit 11 Strange Events People's Book Exercises، يعني حل أسئلة تمارين الدرس السابق. خلونا إحنا شباب نعمل مراجعة سريعة عن الدرس. أخذنا عن درس Finding Nessie، إيجاد نسي. كنا نتحدث عن وحش الشباب اللي كان في بحيرة اسمها لوك نس في اسكتلندا. خلينا نقرأ الدرس مع بعض مرة أخرى عشان نعرف يا شباب إحنا شو نسوي لما نحل الأسئلة. طبعا تم طلب منكم حل الأسئلة وتم تسليم الواجب من الطلاب. قريبا راح تمتحن، راح نجعل امتحان ونحط امتحان في مادة اللغة الإنجليزية عشان نختبر مدى استيعابكم وقدرتكم في هاي المحنة اللي احنا عايشين فيها اللي هو التعليم عن بعد. طبعا الحصص هاي جميعها تقام عشان الطلاب يقدروا انهم هم يواكبوا التعليم اللي بيصير حاليا، وعشان نفس الوقت يا شباب احنا ان شاء الله ان شاء الله نكون على قدر المستطاع اهل للمسؤولية، ونقدر ايضا انه احنا دايما دايما يكون عندنا التعليم مهم، لانه من دون تعليم صعب نبني امم زي ما بتعرفوا. خلونا نبلش نقرأ الدرس مع بعض يا حبايبي عشان احنا حل الأسئلة مع بعضنا البعض. طيب، Finding Nessie. Among Scotland's mountains, there is an enormous lake that often looks dark and little frightening. في أعلى جبال اسكتلندا دائما كان يكون في موجود هناك بحيرة تكون دائما عميقة شباب وشوية صغيرة مخيفة. It is over 35 kilometers long and nearly 300 meters deep. وهي بطول أكثر من 35 كيلو وبعمق 300 متر. And it contains more water than all Britain's many other lakes put together. Its name is Loch Ness. تحتوي على كمية مياه يا حبايبي أكثر من جميع كميات المياه اللي ممكن تكون في لو جمعنا كل بحيرات اسكتلندا، آسف، بريطانيا مع بعضنا البعض. طيب، ولك and the cold mysterious depth of Loch Ness may contain something even more mysterious. يعني العمق تبع Loch Ness هذا ممكن انه هو يحتوي على اشي اعمق منه، على اشي اعمق منه. تمام. هلا يا شباب بقولك there are stories of lake monsters from around the world, but the most famous by far is Nessie. يعني بقولك في كتير قصص وحوش حوالين العالم، بس أكثر حدا مشهور فيهم هو الوحش نيسي. وحش نيسي هو أكثر واحد مشهور فيهم. بقولك the earliest report that we have goes back 1500 years ago. يعني أقدم تقرير احنا نمتلكه عن هذا الوحش بعود 1500 سنة قبل. We also know that children were often warned against playing near the water edge because of a giant water horse. نعرف كمان احنا شباب انه الاطفال كان يتم تحذيرهم من اللعب بالقرب من حافة المياه عشان في اشي اسمه ووتر هورس اللي هو عملاق حصان البحر، عبارة عن خرافة اسطورة يعني. And it wasn't just imagined. Take the words of a local fisherman that the monster suddenly approached one day in 1885. He described it as the biggest thing that he had ever seen. حكى انه في رجل صياد محلي شاف الوحش وحكى انه شاف اكبر اشي شافه في حياته. In the early 1930s, new roads were built around the lake. Suddenly, many people
more people could see the lake and its monster. بقول لك عام 1930 صار الناس يقدر يوصل البحيرة عشان بنى حواليها طرق، وصار نفس الوقت عدد المشاهدات، تقرير المشاهدات ارتفع. Most people who saw it reportedly reported a small head and a long neck. Neck. I'm behind that one or two humps. معظم شافوه حكى انه راسه كبير كان ورقبته طويلة وكان في سنام او سنامين وراء. Sometimes it was still and sometimes it moved. بعض الاحيان تكون بعض الاحيان بتكون ثابت، بعض الاحيان بتكون متحرك. Of course there was a suggestion that people were really just seeing a group of birds perhaps or the tree. طلع في ناس ما صدقتش حكي هذا، حكيت ممكن الناس شايفين كان مجموعة من الطيور او عبارة عن شجرة ميتة مرمية. It was later also shown that the famous photo was fake. وكمان الفوتو اللي حكوا انهم التقطوا عنها التقطوها كانت اصلا مزيفة. هو بيحكي كمان بعدين شباب عن ال most determined researcher was Tim Dinsdale اللي هو الانجينير اللي كرس حياته عشان يلاقي الوحش. طيب خلونا احنا ننتقل لحل الاسئله مع بعضنا البعض. طيب نكمل مع بعض. هلا read and do the task. في عنا شباب احنا اول اشي اربع اسئله، ولازم الاربع اسئله هدول شباب نحلهم مع بعض. لو طلعنا احنا على السؤال الاول، say why children were warned against playing near the water's edge in the old days. احكي ليش انه طول الاطفال كان يتم تحذيرهم من اللعب بالقرب من حافة المياه في ايام زمان. بقول لك الجواب they were warned upon playing near the water because there was a giant water horse in the water. كان بحذروهم عشان كان في عملاق يعني خرافة معينة، في وحش كان مثلا. Explain the local development in modern times that suddenly led to more with reports. بقول لك انت فسر التطور المحلي الذي حدث عشان انه خلى عدد المشاهدات تزيد. طبعا هو ايش new roads were built around the lake so it was easier to get there and took and to look for the sea. بقول لك انه بسبب بناء الطرق حوالين البحيره صار اسهل الناس انها تروح على البحيره وتشوف نسي. Say what some people thought that the monster really was. شو رأي بعض الناس عن هذا الوحش؟ بعض الناس شو حكى انه some people said it was just a group of birds or the tree. بعض الناس حكت انه هندن يكون مجموعة من الطيور او عبارة عن شجرة ميتة. دي هلا explain how we know that Tim Dinsdale was really serious about finding the monster. كيف نقدر نفسر انه Tim Dinsdale هذا الباحث فعليا كان يعني مصر على ايجاد هذا الوحش؟ كيف؟ انه because he gave up his career to find Nessie. he gave up انه هو سخر حياته عشان يلاقي الوحش نسي. روح على السؤال الاول، بقول لك replace with the new words from period 1 make any changes needed. The number of tourists has ايش increased from 1 to 2 million per year. has risen increased نفس المعنى ارتفعت. I remember a big empty house that looked quite scary at night. أنا بتذكر كان في بيت كبير خالي that looked quite scary مخيف، شو الكلمة المناسبة لها؟ frightening at night. Uncle Jack tells stories about strange events that no one can explain. Isn't strange معناها إيش؟ mysterious. There was an open green space in the middle of كان في مساحة خضراء مفتوحة in the middle of the trees. إيش هون؟ among in the middle of among there are many strange kinds of life in the deepest parts of the ocean. deepest part الأعمق اللي شو يعني depth. نعم I am not sure yet but this jewelry seems to be real seems appears. نعم السؤال بعدي بقول لك add other new words from period 1 make any changes needed. There are lots of good pictures of Nessie but I think this is the best by far حتى الآن. But some photos are fakes. Some photos are fakes. They look like Nessie but they are not real. Fakes معناتها
يعني مزيفة والأولى باي فور حتى الآن. We spent a week there ready with our cameras to film نسي but we did not see anything. إحنا يعني جلسنا أسبوع هناك جاهزين عشان نصور نسي بس ولا إشي لقينا. Well, I warned you not to expect too much. Most people don't say it. بقول أنا حذرتك إنك أنت تتأملش أشياء كثيرة لأنه معظم الناس ما شافوش. Tell me who is the man who says he simply saw the monster. بقول خبرني مين هو الزلمة اللي حكى إنه أنا شفت مؤخرا الوحش. Rob McPean over there. He is a local fisherman. And he often goes out in his boat. بقول لك Rob McPean هيك كان اسمه الزلمة اللي شاف الوحش حقولهم. He is a fisherman يعني كان صياد بيشتغل غاد على قاربه. Where you out in the middle of the lake when you saw this. كنت انت يعني في ال... في في وسط البحيرة لما شفت انت ال... 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 this object هذا ال... هذا ال... هذا ال... هذا الشيء او هذا الجسم. No, I was near the water's edge. I was going home. ولا انا كنت في حافة البحيرة لما شفت الحكاية انا كنت مروع عبار. Can you describe exactly what it looked like? تقدر تشرح بالضبط ايش كان كيف كان منظره؟ Yes, it had a small head with a long neck and two humps. سنامين behind it. It was very still but then it started swimming away. كان كتير ثابت بعدين بلش يمشي بشكل بسرعة ويروح. طيب في عنا احنا هون نوت بدنا نكمل السامري الملخص. طب 1500 سنة كان في عندنا the monster was first reported أول ظهور الوحش عام 1885. The monster approached إيش the local fisherman. The monster was first reported هيها the monster approached the fisherman. طب عام 1930 إيش صار؟ New roads were built around the lake and so many more people could see the lake. And because of that, number of reports increased rapidly. بقول لك إنه عام 1934 عدد الناس عدد الطرق بنيت وبالتالي عدد المشاهدات زادت على هذا النحو. طيب عام 1934 إيش صار؟ The first photo of Nessie was published. و 1960 an object was film. أول صورة انت 1934 أول فيلم تصويره عن هذا الوحش وهذا الشيء عام 1960. اللي هنا طلاب الأعزاء ينتهي درسنا اليوم. درسنا اليوم كان جدا قصير. راح نكمل إن شاء الله على الدرس اللي بعديه في الحصة القادمة. يعطيك ألف عافية. وحش بحيرة لوك نيس هو حيوان أسطوري. يزعم أنه يعيش في بحيرة لوك نيس، وهي بحيرة كبيرة للمياه العذبة بالقرب من إنفيرنس في اسكتلندا. على الرغم من أن اعتقاد وجود وحش مائي يعيش في البحيرة يعود إلى 1500 عام، إلا أن جميع الجهود المبذولة للعثور على أي دليل موثوق فيه على الحيوان قد فشلت. بحيرة لوك نيس الواقعة في المرتفعات الاسكتلندية لديها أكبر كمية من المياه العذبة في بريطانيا العظمى. يصل عمق الماء إلى حوالي 800 قدم ويبلغ طولها حوالي 23 ميلا. عثر العلماء على أدلة تاريخية تقول بوجود الوحش يعود تاريخها إلى 500 عام، كما عثروا على رسومات للوحش على الأحجار بالقرب من البحيرة. أقدم إشارة للوحش في الكتابات التاريخية تعود إلى القرن السابع للقدس كولومب الأيرلندي الذي أدخل المسيحية إلى اسكتلندا. كان في طريقه لزيارة ملك الشمال عندما رأى وحشاً يقتل الناس في البحيرة في عام 1933. ذكر زوجين في صحيفة أنهما رأيا وحشاً هائلاً يظهر على سطح البحيرة. أصبحت القصة ظاهرة إعلامية
حيث أرسلت صحف إنجلترا مراسلين إلى اسكتلندا، وأعلنوا مكافأة قدرها 20,000 جنيه استرليني، لمن يقبض على الوحش. بل واستأجروا أيضا أشهر صياد بريطاني في ذلك الوقت، مارمادوك ويثريل. بعد بضعة أيام، أبلغ الصياد عن وجود آثار أقدام لحيوان كبير ذو 4 أرجل. فكتبت الصحف: حيوان البحيرة ليس أسطورة، بل حقيقة واقعة. ذهب العشرات من الناس بالقوارب إلى البحيرة، وانتظروا ظهور الوحش، كما تم إرسال آثار الأقدام إلى متحف التاريخ الطبيعي البريطاني، والتي قالوا إنها آثار أقدام لفرس النهر. لكن مع ذلك استمر هوس وحش البحيرة. يبدو الوحش من صورة تم التقاطها عام 1934، كالت ديناصور مع رقبة طويلة تخرج من المياه، مما دفع البعض للاعتقاد بأن الوحش هو أحد أنواع الديناصورات التي نجت من الانقراض. كانت بحيرة لوكنيس مجمد صلبة خلال العصور الجليدية الحديثة، وبما أن البليوصورات من ذوات الدم البارد، والتي يعتقد أنها انقرضت منذ 18 مليون عام، لا يمكن أن تعيش في بحيرة متجمدة، لذا ربما تكون قد انتقلت إلى البحيرة من أعالي نهر نيس. في ستينيات القرن الماضي، أرسلت الجامعات بعثات استكشافية مع تقنية السوناري، ولم يتم العثور على شيء، لكنهم كانوا يعثرون في السونار على أجسام ضخمة تتحرك تحت الماء، لم يستطيعوا تفسيرها. في عام 1975، التقطت أكاديمية بوسطن للعلوم صورة، وبعد تحسينها، اتضح أنها حيوان يشبه البليوصور. منذ عام 1994، لم يعد هناك حماس للبحث عن هذا الوحش. إذن ما رأيك، هل كان الوحش حقيقي أم لا؟